سلطان أيضا يقول لم الشمل الوطني ضرورة لمواجهة الخطر الصهيوني. عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط قال إنه سحب السفير المصري من تل أبيب خطوة أولى يجب ألا يتراجع عنها الرئيس، وأضاف أن الغطرسة الإسرائيلية تحتاج إلى رد. في فرق كبير بين سحب السفير للتشاور وبين سحب السفير. يعني مزبوط. سحب السفير معناه إنه سيظل فترة طويلة، يعني مش هيعود لهذا البلد مرة أخرى. تمام. ولكن سحب السفير للتشاور معناه انه قابل للنقاش، وانه ممكن بعد ايام يعود مره اخرى الى البلد الذي سحب منها يعني. ولكن اتخاذ مثل هذه الخطوه، هل ده بيؤثر على اتفاقيه السلام بين مصر وبين تل ابيب مستقبلا؟ لا، ما اعتقدش هيكون لها تاثير بشكل كبير. وحتى الان برضو يعني الكلام لم يعلم بصفه نهائيه هل هو سحب نهائي ام لا. يعني هو يمكن القرار صدر فعلا بسحب السفير، والسفير فعلا رجع، سفير مصر في اسرائيل رجع الى مصر. واعتقد يعني لسه الباب مفتوح ان ممكن الامور لو هديت شويه ممكن يعود السفير مره اخرى. ما صدرش قرار نهائي بقطع العلاقات او بسحب السفير على طول، فاعتقد لسه الامور مفتوحه، او زي ما بنقول كده الباب موارب لعوده السفير مره اخرى في حاله عوده الهدوء طبعا الى قطاع غزه. الا النقطه الايجابيه يمكن تصريحات عصام سلطان، انا شايف ان هي فعلا نقطه ايجابيه جدا، ويجب ان احنا كلنا يعني نسلك هذا المنهج. ان هو قال يجب ضروره عوده الشمل في الوقت الحالي داخل مصر لمواجهه الخطر الصهيوني. طبعا دي تصريحات ايجابيه جدا. يمكن عصام سلطان، ولكن عصام سلطان ايضا طالب عوده مجلس الشعب مره اخرى للانعقاد واجراء استفتاء على عوده مجلس الشعب او عوده البرلمان مره اخرى. ما هو للاسف الشديد بقول لك كل يعني كل شخص بيحاول يستغل الاحداث دي لمصالح شخصيه ليه، وده اللي احنا ما نتمناهوش. لكن الايجابي في التصريحات بتاعته هو التكاتف، ان احنا عايزين خلاص بقى مش عايزين يبقى في يمكن زي قبل كده خلافات كتيره جدا ما بين الشعب المصري وما بين التيارات المختلفه، تيار اسلامي تيار ليبرالي، ما بين اكتر من اتجاه داخل السياسي داخل مصر. لا بالعكس، لازم الفتره دي هي فتره التكاتف، لان احنا فعلا في خطر، وممكن في اي وقت يحصل قلق على الحدود المصريه طبعا مع غزه. في الحاله دي يجب التكاتف الجميع عشان نبقى في مواجهه فعلا الخطر الصهيوني.